بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم إن شاء الله نكمل محاضرات الـ Reproductive Module System، مع طبعا إحنا خلصنا بعد الأجزاء الصعبة، خلصنا كأناتومي، خلصنا هواي شغلات يعني تفاصيل، وحاليا وصلنا إلى اللي هو أساس الـ Reproductive System، هو الجهاز التناسلي، هو شلون يكون الطفل النطفة، ثم شلون تتكون بيضة، وعرفنا شلون تتكون نطفة، عرفنا شلون تتكون بيضة، بس هسه بقت شلون نفهم شلون تبدأ عملية انتقال النطفة من التستس وإلى أن توصل إلى الرحم، ومن ثم فالوبيان تيوب، وشلون تصير عملية الإخصاب ما بين البيضة والنطفة ويتكون الطفل، اللي هو هاي راح تكون عنوان محاضرتنا. طبعا هي تكون الكونسبشن، عملية هي receiving of the unfertilized egg the semen أو the sperm. كبداية راح يعني أنا راح أحاول أرسم، وراح أحاول ويا محاضرة المحاضرة هاي، يعني المحاضرة شوية دخلت بأكثر من فرق بجزء معين، وشوية متقدمة ومتأخرة، فراح تشوفني مرة أرسم مرة أمشي ويا المحاضرة، حتى يعني نحاول إن شاء الله توصل بأدق ما يكون. الكونسبشن كتعريف هو شنو؟ هو عملية تكوين الزيجة، هو من قل الحمل، هو شلون شنو الحمل؟ هو تكوين الزيجة. مين نجيبها؟ from the fertilization، يعني تصير عملية fertilization of the ovum اللي هي البيضة، تجيها sperm، وتصير عمليات يعني عملية بعد عملية إلى أن تتكون بالنهاية عندك الزيجة. هذا طبعا شنو هسه حاليا إحنا جاي نحكي الكلام، بس شوي راح نبدي ندخل بتفاصيل التفاصيل، بس هسه أريدك أنت تعرف أهم شي فاهم إنه شنو الconception، هو تكوين الزيجة. شلون تتكون؟ sperm زائد ovum، واحدة ويا الثانية يجن يرتبطن تطلع لك زيجة. هذا مخطط، هو راح يقول لك شنو محتويات محاضرتنا. ثلاث استبات مقسمين لك اياها، استب واحد، استب اثنين، استب ثري. الاستب الاولى اللي هي اوفيوليشن، وتتذكرون من المحاضرات السابقة يكون اساسكم زين قارين قبلها. الاوفيوليشن هي تتكون عملية الابادة، تصير بيا يوم، تصير باليوم الـ14، تظهر لك البيضة البيضة الغير مخصبة، يعني البيضة ستنتظر نطفة تجيها. وين؟ يوم 14. وير؟ موجودة بفالوبيان تيوب. شقد تنتظر هاي الطول؟ 12 إلى 24 ساعة. من نص يوم إلى يوم. زين، خلصت الأوفيوليشن، تجي وراها الفرتيلازيشن. الفرتيلازيشن هو شنو؟ يعني تجي أكو سبيرم، تجي السبيرم هسه هاي هنا، مو هذا الفاجينا، ثم السيرفكس، ثم اليوترس، وتصعد تصعد تصعد إلى أن تجي هاي فالوبيان تيوب. تأكد الصوت واضح موجود. تجي هنا البيضة طبعا، وهنا تجي هاد السبيرم، ويصير عملية فيرتيليزيشن بيناتهم. شقد المدة؟ ديورينج 12 إلى 14 بعد الإباضة، يعني الإباضة مو صارت مثلا ورا 12 إلى 24 ساعة، هاي يصير العملية مال فيرتيليزيشن. مكانة تحديدا تجي فالوبيان تيوب تقريبا على الأوفري، أوكي، تأخذ لها تقريبا 24 ساعة حد ما تصير هاي العملية. زين، الإمبلانتيشن، الامبلانتيشن هي الاخيره بعد هنا تكونت عندك الزيجه، فالزيجه هنا في البيضه شنو تظل تنزل وتنزل وتنزل لحد ما تجي بالرحم، وهنا يتم تثبيتها. شوفها شلون ثبتت، نسميها امبلانتيشن. بعد البيضه هاي الفيرتيلايزد ايج اللي هي الزيجه، طبعا احنا راح نغير اساميها بس هسه حاليا جاي نحكي بصوره عامه، ترتبط بجدار الرحم وتبقى شقد تقريبا 6 الى 11 يوم ورا ما تصير عمليه الفيرتيليزيشن. يعني تحتاج تمشي هاي، شوف هاي كلها مدة زمنية وهي صغيرة كلش، فتحتاج وقت طويل حد ما توصل تقريبا من 6 إلى 11 يوم. وين تبقى؟ آخر شي قلنا باليوتران لايننج، إيش قد المدة تأخذ يعني وراء الفرتيليزيشن أو هاي العملية القصد الامبلانتيشن، كلش قد تأخذ؟ توصل حتى 48 ساعة أو أكثر. زين، هسه راح نحكي هاي طبعا بسرعة عامة سوالفنا. هنا أنا يقول لك فد ملاحظة، السكشوال إكسايتمنت، أوكي، إذا تجيها للترجمة الدقيقة الصحيحة الواضحة، هي إن شو نقول النشوة الجنسية ممكن تؤدي إلى الـ act of coitus result in obtained the sperm required for fertilization. يعني بين قوسين جاي يقول لك السبيرم ما تتكون، السبيرم أنتوا تتذكرون إحنا عدنا بالجهاز، أخذنا بالأناتومي وتشريح الجهاز التناسلي الذكري، قلنا عدنا فت تكون أكو خصة، وأكو الخصة هنا نصير أكو إبيديديمس فوقها، اوكي سلام علي علي هاي هسه هاي التستس، هي تكون لك شو نقول السبيرم. زين، امتى تكون لك اياه؟ تحتاج اكو فد وجود النشوه الجنسيه اللي هي السكشوال اكسايتمنت نسميها.
أو sexual stimulation حسب المفردات تقرأها. زين بس أريدك تدقق على شغلة بس هذه راح أطفر يعني يعني هم شوية هاي المفروض بما أن ذكري لازم كمل هاي sexual excitement شلون تصير يعني ال person شلون يصير عنده sexual excitement حتى يؤدي إلى تكوين sperm. أكو ثلاث طرق تصير فيها sexual excitement راح أطفر لك على السلايد ال هذا اللي راح يعني يؤدي صورة عملية. راح نرجع نقرأ مرة ثانية. أكو ممكن قد يكون psychogenic إنه ممكن يعني هي يسموه audio visual يعني أكو ناس عن طريق السايت يسموه عن طريق النظر يصير عنده ال sexual excitement. أكو عن طريق السمع. أكو عن طريق يسموها ال thoughts الأفكار. أكو لا ممكن تكون عن طريق الكونتاكت يصير أكو كونتاكت للجينيتيليا أورغانز. وأكو نوع يكون نوكتشرال إريكشن هذا ما له علاقة لا هو أفكار ولا هو كونتاكت لمس لا هذا يكون أثناء يعني النوم يصير إريكشن. فهذا بس حكيت قليلة بعد شوي أرجع لها بس هاي أريدك يعني تخليها ببالك. زين مثل ما قلت لك شوف السكشوال إكسايتمنت أول شيء راح يسوي عندك إريكشن. أنت لازم تفرق أول شيء بين هاي المفردتين الإريكشن والإجاكوليشن وتعرف يعني لازم هاي هنا شو نقول أساسية لأن راح نحكي واي عليها. هاي التفصيل الإريكشن هي شو نقول الانتصاب. هاي الإريكشن هي الانتصاب. طبعا هسه شو جاي نحكي عليها احنا جاي نحكي على الذكر أوكي الأنثى خليها سعلجة الأنثى راح نحكي عليها تالي من تجين السبيرم شلون تخصب البيضة هاي على جهة بالجزء الأخير من المحاضرة خليها سعلجة. هسه شنو خلينا ويا الميل أوكي. الميل عنده أول شيء يصير إريكشن ورا الإريكشن يصير عندك إجاكيليشن. الإجاكيليشن شر يعني هو القذف والقذف راح يحتوي على السيمن أوكي. هاي المفردة الدقيقة. زين شنو يعني إريكشن؟ الإريكشن هو الانتصاب للعضو الذكري فقط ما بي قذف. منو مسؤول عليه؟ هاي مهمة جدا تخليها ببالك. المسؤول عليه هو البارا سمباثيتك أوكي. البارا سمباثيتك سيستم أوكي. زين الإجاكوليشن هو القذف يعني تصير الانتصاب وراء الانتصاب يصير القذف أوكي. فأول شيء إريكشن ثم تصير الإجاكوليشن. الإجاكوليشن من المسؤول عليها؟ الإجاكوليشن لا ينطفي بعد البارا سمباثيتك. منو يشتغل؟ يشتغل السمباثيتك أوكي. سمباثيتك سيستم. زين حتى تتذكر يعني وما تنسى الإريكشن هي الانتصاب أوكي. بمعنى شون يصير مجرد انتصاب فنسميه point يعني بس يصير انتصاب بدون أي شيء ثاني. فكلمة point أول حرف P يعني parasympathetic. ejaculation هو يصير بيه القذف يسموها shoot أوكي. shoot أول حرف S sympathetic هاي حتى ما تنسى. شوف أنا لحيت بيها لأن هاي المحاضرة كلها راح تمشي على هذا الأساس تمام. زين صار الإريكشن وراء الإريكشن قلت لك يصير ejaculation وراء الإجاكوليشن بعد يصير القذف للسيمين أوكي. السيمين شنو يحتوي على سوائل ومن ضمن هاي السوائل والمواد تحتوي على السبير من نطف هاي النطفة السبير من نقول سبير من نقصد هاي أوكي. زين السمن هو عبارة عن شغلتين سمن الفلويد سائل وسبير. إذا يعني حتى هاي ولا وحنش قضيناها بس أشبه لك تخيلها مثل البحر أوكي. البحر يحتوي على سوائل يعني ماي ويحتوي على مثلا السمج اللي هو تقريبا مثل النطفة اللي هو السبير. هاي حتى بتبقى ببالك ليها تجي كلها مسكيوات وأسئلة. فالسيمينال فلويد 60% من محتوياته جاية من السيمينال فيزيكل. هاي يكون المفروض أنتم تذكرون الأناتومي عندنا فت فيزيكل يسموها سيمينال فيزيكل تفرز 60% من السوائل الموجودة وين بالسيمينال فلويد. زين تبقى 30% تجي من البروستات ونسبة كلش قليلة حتى توصل 0.1 جاية من البولبو يورثرا جلاند. هاي يعني هي صحيح نسبتها قليلة بس إفرازاتها تكون جدا ضرورية بأن الإحليل الذكري هي شو تسوي له لبريكيتنج حتى تقلل من احتكاك السبيرم حتى السبيرم شو نقول يقذف بسرعة. يعني هاي فائدتها أوكي. وكذلك أهمين مادتها الكلين تحتوي على مادة الكلين أسامع لي بالكلين أنا مهم بس تعرف لي النسب. زين تبقى السبيرم قلت لك شقد الشكل تقريبا 2-5% 1.5 لتر وين تتكون بالتستس. كل ايجاكوليشن اللي هاي تونا قلنا عليها كل ايجاكوليشن تقريبا يحتوي على سبيرم شقد
كم مليون، تخيل الاعداد قد كبيره. وهاي همين لازم تخليها ببالك، ليها سام راح نربطها تالي. شوف، من 200 الى 500 مليون بال يعني بال شو نقول افريج، يعني بحيث تقريبا اذا تنسبها تطلع بالملي لتر الواحد 15 مليون سبيرم. جا شوف العدد شلون هائل. هاي لازم هسه راح اسالك سؤال اخليك شلون تنتبه حتى تاني نجاوب عليه. يعني زين، احنا عندنا بيضه مخصبه واحده او بيضه واحده، اوكي، اوسايت او اوسايت نسميها. زين، انت راح تجيها مثلا نفرض اقل شيء 200 مليون سبيرم. زين، هذيك سبيرم يا هو كلين راح يجي خصبن هالبيضه لو بس وحده، شلون؟ خليها ببالك هسه تاني نسولف. اوكي، طبعا الحموضه تكون الكالين بي اتش اكثر من 7.2. اوكي، انت لازم تعرف 7.2 هي شلون نقول المتوسط، يعني نقول هذا لا حامض ولا قاعدي، ام فوتير يعني نسميه، فوقه من نقول فوقه يعني قاعدي، من نقول تحته ح حامضي، يعني تحت السبعة قصدي 7.2 وفوق 7.2. زين، سيمينال فلويد شوي بعدها نسولف عليه. قلنا شنو 60% جاي من السيمينال فيزيكال. اوكي، قلت لك شنو تكون نوع السائل، هاي تجي كلها ام سي كيو، ترى انتبه. الكلاين فلويد من المحتويات شنو يحتوي؟ يقول لك يحتوي على فركتوز. فركتوز هي عباره عن مواد يعني تطشون تغذيه، يحتاج يعني السبيرم من يتحرك، يعني راح ياخذ يبدي يتحرك من الفاجينا ويصعد السيرفكس ثم اليوترس ثم الفالوبيان تيوب، وكذلك عمليات تكسير الجدار مع البيضه حتى يدخل داخل البيضه ويخصبها. شوف، هاي كلها تحتاج طاقه، فعندك الفركتوز. البروستاغلاندين هو شنو؟ البروستاغلاندين، اذا اكو صوره هنا، البروستاغلاندين يفيد بعده شغلات. لا، هاي ما راسمين يوترس. خلنا نرجع هنا مثلا. هسه هذا عندك مثلا اليوترس، خلينا نفرض هسه هاي شنو، هذا هسه تقريبا دقيقه بس واحده، هسه هاي فالوبيان تيوب، خلينا على جهه هذه. هنا هسه عندك السيرفكس وهنا عندك الفاجينا. فايش تجي هاي مثلا البروستاغلاندين، خلينا نرسمها بهالشكل، تجي لهاي طبقه المايوميتريوم، هاي طبقه الماء العضليه يعني، وتخليها تسوي كونتراكشن. اوكي، هاي الكونتراكشن راح تخلي، شوف هيك، هاي انضغط، يتم الضغط يصير باليوترس، حتى شنو مثلا السبيرم هاي الموجوده هنا تندفع غصبا عليها لفوق وتروح. شوف، تخصب يا بيضه موجوده من هنا موجوده من هنا، المهم يعني تفيد بهاي عمليه نسميها ريترو بولسيشن. اوكي، هاي فائدة البروستاغلاندين يعني بالموتاليتي. فايبرونوجين، من يتم يعني قذف النطافة وموجودة هي بالفاجينا، ممكن بكل سهولة، مو احنا قلنا هي تحتوي على عدة سوائل وبها مادة مخاطية، فشون نقول سليبينج، تزلق، فممكن رأسة تطلع من الفاجينا، فلهذا يحتوي على الفايبرونوجين. هذا شون يخثر السوائل الموجودة بالفاجينا، بحيث شون نقول غصبا عليها تبقى ما يصير بها سليبينج، وتخليها هنا بجدار الفاجينا. اوكي، جدار الفاجينا المهبل هنا نصير، شوف، على جوانب الظل تلزق حتى ما يعني ما تروح وتبقى تستمر بعمليه الى الصعود للفوق. زين، كذلك اسكوربيك اسيد اللي هو فيتامين سي يعني قصده، انتي اكسيدنت يعني يفيد، اوكي، مضاد اكسده. زين، تبقى قلنا 30% من البروستات شنو تتميز بانها تكون ميلكي، اوكي، وسلايتلي اسيدك. شوف هنا، هاي ممكن تجيك ام سي كيو يقول لك منو الكلاين سيمينال فيزيكال لو البروستات، تقول له لا، الالكلاين سمنه. وطبعا انت ستريك اسيد هسه واضحه، ليش هي اسيد؟ يعني هي اصلا ستريك اسيد، فيعني شوف هي محلله نفس، وما دام هي اسيد تحتوي على انزيمات محلله، يعني شغلات التحليليه هاي تفيد تالي في المستقبل، يعني تحلل الجدران الى اخره، وتحتوي على الفوسفاتيز. اوكي، هاي الفوسفاتيز مثلا شنو؟ تظل تحلل بالفوسفات حتى تطلع لنا تالي اي تي بي حتى نحصل على الطاقه. اوكي، وقلنا هاي اقل نسبه الكلاين فلويد اللي بالبو يورثرا جلاند او نسميها كوبرز جلاند، هاي تفرز لك كاركتوز وميوكس. اوكي، هاي كلش مهمه طبعا، يعني هذا الميوكس الوجود مالته حتى يسهل الموتيليتي مال النطف. شوف، لابريكيشن اوف ذا اند اوف ذا بينس، يعني نهايه البينس يسوي له لابريكيشن، وكذلك اليورثرا لايننج اللي هو اليورثرا. زين، وقلت لك ما دام ان ميوكاس تحتوي يعني سيد الحركه مالته، الموتيليتي مال سبير ان ذا فاجينا، حتى يعني سبير مو هذا الموجود بالفاجينا فيتحرك بسرعه ويصعد لفوق. زين، شلون يزيد سرعه؟ اذا قال لك تقول له يقلل الفيسكوسيتي. الفيسكوسيتي هو شلون
يعني هسه تمن تقارن غلاس ماي وغلاس مثلا زبد او عسل، منو اكثر لزوجه؟ اكيد العسل، فهو شيء يحاول يقلل اللزوجه. يعني انت مثلا جيب غلاس ماي وجيب طشت وتشقلبن، منو يضيح بسرعه؟ يطيح الماء. ليش؟ لان اللزوجه قليله. يعني اعتقد واضح الفكره، ماكو حاجه يعني واحد ندقق عليها. زين نجي الى الاركشن. زين هل اراويك فد يعني فد ارسم لك في الصوره، احاول اوضح لك بها فد كم شغله حتى شوي المعلومه تكون واضحه. هسه انت هذا مثلا خلينا نفرض لو اخذ لك صوره حقيقيه، شوف هسه هاي شنو قدامك؟ هذا البينس، تمام؟ هذا شنو مكتوب هنا؟ وين هاي كوبر جلان؟ طبعا لا، انا اريد تساي هاي. شوف هاي الطبقة نسميها كوربوس كافرنوسا، اوكي؟ شوف هاي الطبقة، هاي الطبقة هاي واضحة، شوف هاي لونها شوية فاتح، هاي جاي احددها انا. ايش راح اسوي؟ راح هذا اخذ لي قطعة وراح اصعد لي فوق، راح اخذ هاي القطعة، اوكي؟ هلا ارجع 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 ارجع، اوكي. هسه شنو قلت لك؟ راح اخذ هاي القطعة، كل شيء ما واضحة كانت منها. هسه راح شنو؟ راح اكبرها، راح اكبرها. طبعا شو تكون تحتوي على كونكتيف تيشو، ويتميز انه يحتوي على نورشمنت عاليه، يعني يحتوي على فيزلز وسمول فيزلز، كلش كلش هواي، يعني دم هواي بي، دم هواي بي. ولهذا خلينا نربط لك اياها في ارض الواقع. شلون اقول لك؟ ها اكو خصوصا يعني دراسات جسر بسبب يعني ولو الضحك، بسبب العنف الأنثوي ضد الذكور، بأن مثلا أثناء الانتصاب الإريكشن مال الذكر مثلا ينقطع البينس، أوكي، العضو الذكري. فهاي الحالة إذا ما يتم التلاحق عليه في وقت قصير راح يؤدي إلى موت هذا المريض ممكن. ليش؟ لأن قلت لك يحتوي على فيزلز عالية، وخصوصا في حالة الإريكشن. هاي حالة الإريكشن الدم كله يعني يروح بنسبة عالية منه إلى البينس، فأثناء القطع راح يأدي شلون نقول واحد كأنه قاطع شريانه، فتسى واحد إذا قطع شريانه شبقى بيموت. نفس الحالة يعني لازم يتم التلاحق عليه. هاي حتى شنو من اعطيتك إياها الفكرة أو القصة حتى شنو تنطبع ببالك تتذكر بينس تحديدا الكوربوس كافرنوسا، أوكي، تحتوي على نورشمنت كونكتيف تيشو وبلود فيزلز. ايش راح اسوي انا؟ راح اكبر لك اياها كتكبير، يعني راح نسوي هسه هاي مثلا، هاي تلقيها لي فوق هاي نفسها، وهاي اللي جوا مثلا، اوكي. وهنا انا اكو قلت لك بلود فيزلز، فاذا تذكرون بالميكانيزم اوف ديزيز شلون ارسم لك البلود فيزل، اوكي، هاي قدامك جاي ارسمه. اوكي، فشنو وين وصلنا؟ فهاي قدامك، شوف هسه البلود فيزل شو يصير. هاي خلي اكبر لك اياها حتى تفتهم ايش جاي يصير. هاي الانويه داخله كل وحده، فحتى يصير عندك اريكشن عند الذكر، حتى يصير عنده اريكشن قلنا يحتاج اما سايكولوجيك، يعني اما سايت يشوف فشي او يسمع او تاتش كونتاكت يصير للجينيتاليا مالته، او ممكن قلنا اثناء النوم اللي هو يسموه RME. هذا طبعا له علاقه بالطب النفسي، يعني اسموه مو فكرتني انا، فكرت شنو حاليا هو قلنا شنو الاريكشن، قلت لك هو مثل البوينتنج جاي يصير بس انتصاب، ف بوينتنج باراسمباثيتك. هذا الباراسمباثيتك شو راح يسوي؟ راح يجي يغذي هاي طبقه شنو طبقه الكوربوس كافرنوسا. ايش راح يسوي؟ هاي طبعا هنا سموه اكو ريسبترات، كل شيء عنده ريسبترات. فهذه الريسبترات راح يجي هذا العصب مثلا، راح يفرز باراسمباثيك شفرز، راح يفرز الاسيتايل كولين، فراح يؤدي بعمليه مطوله عن طريق انزيمات ارجينين، راح يتحول الى كوليسيستين، هذا مالك علاقه به، ونحصل على الان او النيتريك اوكسيد. عزيزي المشاهد المفروض انت تعرف، واذا ما تعرف هسه تعرف، وين ما تسمع نيتريك اوكسيد تذكر هذا يسوي لك فازو دايليشن. شو يسوي؟ يعني يسوي عمليات الريلاكسيشن،
يوسع هو شغلته، هاي ماخذين احنا من كارديو فاسكولار سيستم من قبل. فش راح يسوي لك عمليه فازو دايليشن كتحديد، يعني بالضبط شلون انه الفازو هاي الان او راح تروح الى مجموعه من الخلايا تحول لك الجي ام بي الى سايكلينج اي ام بي، سايكلينج جي ام بي، اوكي. وهذا السايكلينج جي ام بي راح يقوم بهاي العمليات، هسه راح نشوف صوره لها. فالمهم هاي العمليه كلها راح يسوي لك شنو فازو دايليشن. فشو راح تخيل انت هسه، هسه صار اكو ريلاكسيشن، يعني الدم عندك وايد دم هنا هسه هذا جاي دم، بس شنو كانت هنا بالحاله الطبيعيه العضو الذكري يكون شنو نسميه الرخو او اي مفرده ثانيه ممكن ببالك، المهم يعني غير منتصب نوت اركشن. ليش؟ لان صاير كونتراكشن بي، بحيث الدم الواصل هنا شنو نسبته قليله، بس هسه شنو جاي يصير فازو دايليشن، فالدم الواصل شو راح تكون نسبته اعلى. فايش راح يصير؟ تخيل هيك توسع توسع توسع، هاي كلها توسع، حتى هاي الكونكتيف تيشو كلها توسعت. ف نسمي البينس از سوولينج ناو، يعني جاي يكبر حجمه بسبب شنو؟ بسبب الدم الواصل الى جوه داخله نسبته صارت اكبر. زين ويا يعني. اذا واحد يعني جماعه الاناتومي راح يجي يسالني سؤال يقني انت تضحك علي، اقول له ليش؟ يقول احنا من قبل نعرف اي مكان يروح ليفل ارتري لازم اكو فين يسحب الدم، فاحنا شنو استفادينا وشلون جاي يصير اركشن اذا انا هسه زيدت الدم بكل سهوله؟ اكو فينز هنا جوا، هاي فينز راح تجي وتعبر وتسحب الدم مره ثانيه وكل شيء ما يصير لا اركشن ولا شيء. اقول لك هنا الفيكه سبحان الخالق خلى هاي الفيزلز اللي هنا العفو شو اسمه الفينز من يصير هاي عمليه الاركشن مو قلنا هذا يظل يتوسع يتوسع، فشي يسوي؟ يضغط على الفين، فالفين بعد ما يقدر يسحب الدم الجاي يعني وياخذه، فبالتالي يظل لفترة زمنية ماكو سحب دم، فشو نقول يجمهر الدم داخل البينس، فمن يجمهر داخل هذا البينس راح يبقى على حالة الإركشن وما راح يعود إلى حالة الرخو. زين أعتقد وضحت الفكرة هسه حاليا إن شلون صار عندنا الإركشن. نرجع نقرأ شوف، قلت لك الإلكشن هو نيورو سايكولوجيك، يعني أعصاب الباراسمباثيتيك يشتغل عليها، والسايكولوجيك اللي هو يعني واحد قلت لك يشوف أو يفكر أو إلى آخره من التفاصيل أو تاتش وإلى آخره. It occurs when blood rapidly flows، شوف الدم يجي بكمية عالية إلى البينس تونا قلنا، وش يصير بي ترابت ما يرجع يتصرف عن طريق الفينز. ليش؟ لأن الفينس ريتورن سوينا ريديوس سوينا ترابينج ما يقدر بعد بسبب كبر الحجم. زين إن إت سبونج تشامبرز، أوكي. يقول لك ثلاث سيستمز موجوده بالهاي البينال اركشن تشتغل، الكوربس كافرنوسا والاوتونوميك انيرفيشن اللي تونا قلنا عليه اللي هو باراسمباثيتك، والدم الواصل اكيد اللي هو يفيدك عمليه الباراسمباثيك. عندك السنسري كذلك والبيرفرال والسنترال. السنسري يعني شنو انت جاي تحس، يعني شنو جاي تحس يروح للدماغ حتى يعرف انت ممكن هسه تحتاج اركشن او لا. بيرفرال اوكي اللي هو، وسنترال اللي هو ياخذ الاوامر من مكان يديها للدماغ، كلهن ذن يشتغلن سوا وهاي الدنيا كلها ينقلن اوامر بما بينهن حتى يؤدن الى النتيجه النهائيه اللي هي الاركشن. هسه ركز احنا جاي نحكي فقط بالاركشن، لا جبنا طاري الايجاكيوليشن ولا جبنا طاري السبيرم، هسه حاليا بجي يصير اركشن. مثل ما قلنا البطل مالتنا هو من هو الكوربس كافرنوسا اللي جاي تشتغل حاليا. زين الكوربس كافرنوسا يقول لك also there are three erectile bodies، اللي انت تعرف عندنا الكوربس كافرنوسا وكوربس سبونجوسم. الكوربس سبونجوسم نرجع للصوره هذه، أنا قلت لك اخذنا مساء صار نحكي على هاي الكافرنوسا. سبونجيوسم هاي سبونجيوسم شي شغلتها لا تصير رجد ولا شيء ولا تصير صلبه ولا تكبر، مجرد شغلتها تكب هذا اليورثرم وهاي الحليل هذا تخليه مفتوح ما ينسد حتى تالي من يصير قذف النطف تعبر، لان اذا بدون هاي السبونجيوسم ممكن تنسد اليورثرا بسبب ليش هذا جاي يكبر حجمه يتضخم، فممكن يسد اليورثرا وما يطلع النطف، فها شغلتها شنو انها تبقى اليورثرا اوبن. زين وين وصلنا؟ وراحت and are primary responsible for penile rigidity. شوف من يعطي البينس أثناء الإركشن إنه يكون صلب rigidity هو الكوربس كافرنوسا. زين the corpus spongiosum يقول لك يصير swollen حجمه بس ما له علاقة بالrigidity، بس يضخم بس ما يعطي صلابة، قلت لك شغلته إنه يبقي اليورثرا مفتوحة. هنا أنا جاي يقول لك شلون الأوتونوميك جاي يشتغلن، من نقول فلاسيد بينس اللي قلت لك الرخو مسا نسيت انا مفردها قدامنا، فلاسيد بينس اللي هو العضو الذكري حاليا هو شنو ما بي اي اركشن.
سولفنا على البارس امباثيتك شلون هسه مثلا صار في السكشوال ستيميليشن، ممكن عن طريق النظر، عن السمع، عن طريق تفكير، عن كونتاكت الى اخره. فهسه شنو صار؟ اكو مثلا نقول ستيميليشن، شوف هاي استعمل كلمه ستيميليشن مش كانت اكسايتمنت، قلت لك تختلف المفردات عادي. المهم راح نخلي الكافرنس تروح لها اعصاب الى اخره بقضيه كبيره، ان لحد ما اخر شيء حصل على الان او ناتريك اوكسيد. فايش راح يصير؟ هذا شو شغلته؟ يسوي لك ريلاكسيشن، فيصير فازو دايليشن، فايش راح يصير عندك؟ اركتيكال. وشوفوا يعني عن طريق افراز الاسيتايكولين اللي هو يخلي الاندوثيليوم جنريت مور سستينبل ريليز اوف ان او، بالتالي يظل يضخم. هنا انا جاي احكي لك على السمباثيتك سيستم، يقول لك ليش هو دائم يعني هو الخوف البينس العضو الذكري مو دائما اركتيكال، حاله اركتيكال لا، هو غالب الوقت يكون فلاست. ليش؟ لان يقول لك هو كونتراكت. شنو يعني قصدنا؟ هاي الصوره اسمها رسمت لك اياها، هو دائما يكون كونتراكشن صاير بي، كونتراكشن بحيث شنو؟ ضاغط على هاي الفين، قلت لك الدم الواصل يكون قليل دائما، فلهذا هو يكون فلاسيد مو ضخم. بينما بنش اشتغل باراسمباثيتك، احنا سوينا فازو دايليشن، هاي فازو دايليشن تخلي الدم الواصل شنو؟ اعلى فيكبر حجمه. فمنو يخلي دائما حاله الفلاسيد النوم ما مضخم؟ هو يقول لك السمباثيتك مال كوربس كافرنوس تونيك سمباثيتك اكتيفيتي. ليش؟ لان السمباثيتك يفرز لك النور ادرينالين او النور ابينفرين، ركز هنا استايكولين هنا نور ابينفرين، هذا راح يدي لك. هاي طبعا محاضره تابعه السيشن السابع مال ام ار اذا تتذكروها مال ريسبتورات وهاي السوالف، وما دخلنا بالتفاصيل، بس جاي يقول لك ان اي راح يزيد نسبه الاي بي 3 والداك، هذا النار راح يخلي الكالسيوم يدخل للخليه. وانتم تتذكرون وحاكيها قبل ألف مره، قايل الكالسيوم مجرد ما يدخل داخل الخليه او اي حركه للكالسيوم يدخل يخرج الى اخره لازم يسوي فد وظيفه كلش قويه، وغالبا وظيفته هو الكونتراكشن. فمن راح يدخل داخل الخلايا راح يسوي شنو؟ كونتراكشن كوربس سبونجوسوم كافرنوسوس مسل كونتراكشن. زين عرفنا هسه باراسمباثيك شلون جاي يخلي يصير اركتيكال ريسبونس، وشلون سمباثيك جاي يخلي فلاست بينس. زين قلت لك انواع الاركشن، اما قد يكون سايكوجينيك يعني اما يعني افكار يسموها، او ريفلوكسوجينيك اركشن هذا يكون عن طريق اللمس. اوكي طبعا هذا ما له علاقه بالدماغ اللمس، لان هو الاعضاء التناسليه احنا نعرف اكو العمود الفقري او اللي يحتوي على الحبل الشوكي بي اس 1 اس 2 اس 3 الى اخره، فالمسؤول عن عمليه الاركشن من النوع الريفلوكسوجينيك يعني من لمس الاعضاء التناسليه يكون جوه يعني هسه هذا الدماغ مو اوكي، وهذا هنا العمود، فهنا هاي المنطقه المسؤوله عن الدماغ. فاذا واحد عنده في مشكله بالحبل الشوكي بالابر ما له علاقه، هاي راح تبقى عنده هاي الحاله الرفلوكسوجينيك وكانه طبيعي ما بيش. ليش؟ لان هاي هنا صايره جوه اوكي، ما له علاقه بالابر. اعتقد وصلت الفكره يعني. زين النوكتشرال اركشن هذا قلت لك من واحد نايم موصل عنده اركشن بسبب رابيد اي موفمنت، يعني اذا تحبون تطلعون عليها سايكولوجي، انه واحد يكون مرات يونة تتحرك بسرعة فيؤدي إلى حصول الإركشن وإلى آخره من التفاصيل. زين مثل ما قلت لك هاي عملية الإركشن شلون جاي يصير؟ نفس الشيء شوف قلت لك، مثلا هسه أخذ مثال ميكانو ريسبتر يعني عن طريق اللمس. أوكي اللمس راح يؤدي السمباثيتك راح ما لنا علاقة يطفى، الباراسمباثيتك يشتغلن. باراسمباثيتك يروح يقل البولبو يوريثرا جلاند، واليوريثرا جلاند يقل الفرزن للميوكس، يقول لك شو السبب الميوكس؟ الميوكس دائما وما تشوفه انه شغلت اللبريكيشن. بعد نفس الوقت شو راح يسوي؟ راح يسوي الارتريولز شنو يسوي؟ دايليت، يعني شنو فازو دايليشن مثل ما اتفقنا من الساعه، فراح يصير عندك اركشن. بس ما يخلي الفينز بعد شنو يسوي لك كومبرس، حتى ما يخليه العفو ما يخليها تسحب الدم، فنحافظ على عمليه الاركشن لحد اكو ثريشولد. ورا هذا الثريشولد بعد نطفي الباراسمباثيتك وتنتهي قضيه الاركشن، بعد تبدي قضيه السمباثيتك اللي هي الإيجاكوليشن. زين شوف هاي هنا يجي لك نايتريك أوكسيد، هو جاي يخلي هذن الأعصاب ومطفي السمباثيتك مثل ما اتفقت وقلت لك. شوف هاي الـ NANC أوكي نون أدريجينيك نون مدري شنو نسيت هاي الـ C. المهم راح يفرز لك قضية هاتنا مثل ما رسمنا النايتريك أوكسيد، راح يحولك الـ GTP إلى سايكلينج GMP. أوكي شلون يتحول؟ عن طريق غوانيلايت سايكليز، هاي انزيمات ترى. هذا CGMP راح يخلي ريلاكسيشن ويصير عندك اركشن،
وهذا السي جي ام بي ما نبقي دائما، يعني اذا بقى دائما راح الانسان يظل قضيه كلها اركشن دائما، فلازم شنو يجي اكو انزيم اسمه فوسفودايستريز يؤدي يحوله مره ثانيه جي ام بي، وتنتظر وتستمر هاي العمليه مع يعني حسب السكشوال ستيميليشن. وهنا انا لابد ان انبهك على فكره مكتوبه هسه بس نكتبها هسه حتى ما دام احنا جايين نسولف عليها. اكو ناس يصير عنده مشكله بالاركشن، ما يصير عنده انتصاب، خصوصا اكو ناس عندهم امراض او اشخاص كبار بالعمر، فياخذون شنو تعرفون هاي سامعين بها اكيد، الفياجرا. الفياجرا شو تسوي؟ هذا الانزيم ايش جاي يسوي هسه حاليا؟ مثلا هو عندهم عالي، ما جاي يخلي السايكليك جي ام بي نسبته يبقى عالي حتى يصير اركشن، فدائما شلون نقول ياكله ياكله. فنجيب احنا الفياجرا، الفياجرا شو تسوي؟ تيجي تروح للفوسفودايستريز تحطمه تاكله تفلشه، يعني هو مو كان ياكله ياكل جي ام بي، هي احنا نجي الفياجرا تاكل هذا، فبعد منه راح يبقى بالساحه بس سايكليك جي ام بي، وبالتالي نحصل على اركشن لفتره اطول وافضل اذا هو ما كان عنده اصلا اركشن. اعتقد وصلت الفكره. زين، ايش قد تقريبا الاجاكيليشن الوحده تكون من 2 الى 3 ملي لتر. السبيرمز من يروحن بالمهبل اللي هو الفاجينا ثم السيرفكس ثم اليوترس ثم الفالوبيان تيوب، يعني المهم توصل الامبوله اوف اوفيدكت قصده على الفالوبيان تيوب، هناك راح يصير عمليه فيرتلايزيشن. الاستروجين in the female egg sperm in two ways، يقول لك مو خطيه هو الذكر هو يكون السبيرم وهو يفرز غدد تساعد السبيرم مالته بالحركه وتسويها الكلان والى اخره، خطيه بحته. لا، يقول لك الاستروجين هم مال النساء هم يساعد ان السبيرم في عمليه صعوده يعني من السيرفكس او الفاجينا الى ان يصعد الامبول. شنو مثلا؟ يقول لك الاستروجين ممكن يخلي السيرفكس يفرز ووتر ميوكس، ميوكس سائل، حتى السبيرم يسبح بشكل اسرع، يعني ما تبقى شلون نقول لزج وقوه يتحرك، لا ووتر حتى بسرعه يصعد. وعندك ممكن يسوي كونتراكشن بالمايوميتريام تو هيلب بروبل سبيرم ابورد تور ذا اوفيدكت، هاي اعتقد حكيناها من الساعه. بالاضافه البروستاجلاندين هذا هم يشتغل نفس القضيه، وين راحت؟ مو حكينا على البروستاجلاندين يسوي هاي ضغط حتى يخلي السبيرم يصعد اسرع؟ هاجي يقول لك هو جاي يقول لك يعني ترى الاستروجين يروح للمايوتريوم يخليها مسوي شيء كونتراكشن بحيث نسميه ريتروبولسيشن، بحيث يرجع راسه يفوق يصعد سبيرم يروح للفالوبيان تيوب. زين، ميكانيزم اوف ايجاكوليشن عندك يعني هنا القضيه شلون سولفت القضيه بعد احسن، يعني ماكو حاجه وصلنا الى الايجاكوليشن سوري وانا رحت خل ارسم لك. هسه احنا خلصنا الاركشن تمام، الاركشن الانتصاب خلص، هسه شنو الايجاكوليشن؟ هسه بعد شنو نريد يتم دفع النطف من التستيس الى ان تخرج خارج الجسم العفو. زين، شلون تتكون؟ تتكون بهذه الطريقه. بس مرادلها شوي مطوله، شلون ارسم لك اياها؟ اوكي، راح ارسم لك يعني الجهاز التناسلي الذكري بصوره عامه. هسه هاي شنو مثلا؟ هسه هذه قدامك هاي التستيس، اوكي تستس شنو اكو فوقها صاير هنا الابيديدمس، خاصة المساحة. اوكي لحظة، اوكي هسه هاي التستس مثل ما اتفقنا هاي الابيديدمس، ورا الابيديدمس هنا تبدي تصعد الفاز ديفرنس، تبدي الفاز ديفرنس راح تجي هنا اكو غدة نسميها مساحة قلناها 100 مرة سيمينال فيزيكال، اوكي فهسه هاي شنو خلينا نكتب عليها، هسه هاي تستس هاي ابيديدمس هاي فاز ديفرنس او اسمها الثاني دكتس ديفرنس. زين، اجت هنا صار اجتماع ما بين هاي الغدة وهاي القناة، راح تكون عندك قناة واحدة من يجتمع قناتين احنا دائما نسميهن common common ejaculatory duct. تجي هنا بعد عندك شنو؟ هنا تبقى عندك غدة البروستات هاي واحدة منها ومنها كفصة كأنها دونات، شكل الدونات او شكل هو دونات. وهنا يبدأ عندك مثلا بعد انتهت هنا يكون عندك هنا الحليل هذا بالداخل، وهاي الكوربس سبونجيوسم قلت لك تخلي الحليل دائما مفتوح، وعندك هاي الكوربس اللي هي كافرنوسا اللي هي هاي شغلنا من المساء سولفنا عليه صرنا ساعة بالإركشن. فأول شيء أنت شو يصير بعد هنا خلصنا قلنا بعد الإركشن
الاركشن خلص اللي هو قلت لك يشبه البوينت وقلنا باراسمباثيتك. بعد يطفل باراسمباثيتك السجور منو السمباثيتك. السمباثيتك شو يسوي بطريقة معقدة؟ المهم بنهاية راح شنو يبدي يفرز لك نور أدرينالين يخلي التست تكون لك الخصب بسرعة يسرعها، والإبيديدمس هو مو يغزن النطفها من قلها اضغط يضغطها يضغطها يعني يصير بيها كونتراكشن يعني بروبل نسميها بروبل، يظل يدفع بيها يظل يدفع هنا يدفع بالفاز ديفرنس إلى أن توصل للسيمينال فيزيكال، هم يقلها ضغطي شنو أكل داخلها مو إحنا قلنا أكل سيمينال فلويد هم تدفع النوبل كومن إيجاكيليتوري داكت هم يقلها دفعة دفعة البروستات محتوياتها يقلها يلا دفعيهم، فصار عندي أنا سيمين هنا نسمي بعد هذا السيمين يعني هو الآخر نتيجة الحيامن، حتى بصورة نهائية بعد راح يتم خروج الحيامن من عن طريق الإحليل إلى الخارج. فأعتقد وصلت هسه الفكرة مالتنا هي هاي الدفع شنو يفرز قلنا نور أدرنالين أو نور إبينفرين. أول خطوة إنه يدفع النطف تكون خلف باليورثرا، بس شنو تكون صايرة يعني نسميها بوستيريور ساجية الانتيريور هاي البوستيريور أوكي يمها بروستات نسميها بروستاتك يورثرا. هنا شوف هنا أول شيء يقولك emission stage of ejaculation، أول شيء ندفع glans vessel and urethral muscular يعني عضلات وأعصاب تبدي ظل تدفع بالسمن إلى posterior urethra شوف بالخلف بحيث نظل نضغط بالvas deferens ويصير أكو secretion من seminal vesicle. هاي هنا prestation وهنا نضغط بالseminal vesicle زين ejaculation او ejection العفو ejection هو شلون نقول اذا تستعملون حاسبه اكو مستعملين حاسبه من تخلي الفلاش تخلصت منه لازم تسوي شنو تضغط عليه تقول له ejection بحيث شنو افصله يعني تريد انت من تطلع الفلاش من داخل الحاسبه نسوي نسميها عمليه ejection. نفس الشيء السمن بعد من طلع خارج الجسم هاي انتهت بعد يطلع الى الخارج بعد نسميه ejection. فالمهم يصير هم يورثرو ماسكولار ريفلكس بحيث يضغط عليه و يتم قذف اليوثرا العفو السيمين اللي هو الحيامن بعد الى الخارج. زين هنا ملاحظات يقول لك الابيديديمس ممكن يغزن لك سبير من 18 ساعه الى 20 يوم. شوف تخيل ايش قد فتره طويله. هاي هنا اناتومي احنا شارحين لحد ما ملينا منها. يقول لك هنا من هي باقيه داخل الابيديديمس يصير بها ماتوريشن اوكي وتبدي تتحرك اوكي وهي تساعد هاي العمليه هاي الخصيصتان يساعدنها في عمليه تخصيب الفيرتلايز ذا اوفوم. نفس الفاس ديفرنس اللي هو هذا حكينا عليه هنا بهاي الصوره هذا هم يعني ايش يسوي متشور وكذلك موتايل اللي يدفع بالنطف. بس هو مرات هذا يصير بمشكله مو جاي تتحرك السبير ممكن يفرز هواي سي او 2 فهذا ياثر على السبير بحيث يظل حركته شلون واحد معاق قوه يتحرك يصير عندهم مشكله اوكي ليش لان هو هذا سي او 2 يزيد الاتش اوكي فالمهم يعني راح يسبب فد عمليه معقده يزيد عندك نسبه الاتش فشنو المهم تصير عندك الاسيدك حاله اسيدك بي اتش اسيد. فهاي الحاله راح تخلي السبير شنو يظل ما يتحرك هاي وين حكي احنا جايين نحكي هسه داخل الفاز ديفرنس. فلهذا يجي هنا دور السيمينال فلويد مثلا من هاي السيمينال فيزيكال هو شو جاي يقول لك يعني هنا يقول لك هو هذا هنا مو هاي الفاز ديفرنس او الدكتس ديفرنس وصحيح هنا تخليه يتحرك ويمشي بس هنا شنو يظل يفرزن سي او 2 يخلي البيئه حامضيه بالبيئه الحامضيه السبير ما يشتغل فشنو يحتاج نوصل للسيمينال فيزيكال سبحان الخالق بحيث يفرز لها ماده الكلاين فترجع تعيش مره ثانيه وتتحرك اسرع. شوف اون ايجاكيليشن الكلاين السيمينال فلويد يقلل من هاي القاعده من اللو بي اتش وبالتالي نرجع الى الحاله الطبيعيه بحيث يرجع موتايل اجين. مختصر من القضيه مره ثانيه راسم لك هاي الصوره خلصت هي المحاضرة تقريبا بقت بس آخر شيء. شوف هنا عندك أول شيء interstitial cells اللي نسميناها إحنا sustenicular cells أو nerve cells أوكي أو sertoli cells. هنا راح تكون لك التستيرون تتكون عندك السبيرم أول شيء هنا هذا شوف شلون تكون هنا بس seminiferous tubules ومن مرة السمن هاي لازم تحفظها بالتسلسل أول شيء بالسمن وراها نروح للإبيديديمس أوكي ورا الإبيديديمس يروح إلى الفاز ديفرنس ورا الفاز ديفرنس يروح للأمبولة فور ستورج يعني هاي هنا وراها هنا يصير عندك شنو شوف هنا فلويد فروم ذا سيمينال فيزيكال هاي السيمينال فيزيكال تفرز عليها مواد وهاي القناة القاذفة بس يعبرها بعد هنا يصير ريفلكس شو يسوي يقذف المحتويات كوبر جلاند هاي هم هنا هم تفرز عليها وبالنهاية يخرج إلى الخارج يسموه ايجاكوليشن.
زين. السبيرم ترانسموت ثرو ذا سيرفكس اند يوترس. هسه احنا بعد شنو خلصنا هسه من الذكر، احنا مو مستعد لك انا خلينا يم الذكور الميل وعفنا الفيميل. هسه بعد احنا شنو خلصنا نطفه خرجت من خارج الجسم، هسه يجي شنو دور راح نبدي هنا شلون يتحرك من الفاجينا الى ان يوصل وين، الى ان يوصل الى داخل الامبوله مال فالوبيان تيوب الى ان يتم الاخصاب البيضة. حنا نرسم رسمه حتى نذكر احنا هذا شنو راح نرسم الرحم هذا هجرسم على السريع يعني شلون ما كان هسه هاي فالوبيان تيوب اوكي، وهنا عندك شنو تكون السيرفكس، وهنا شوي اكبر هنا السيرفكس وهنا الفاجينا اوكي، هاي الفاجينا كلها يا هاي كلها فاجينا. زين اول ما يجي السبيرم هنا انا راح يجي بهاي المنطقه اوكي بالفاجينا، ثم يصعد للسيرفكس، بعد صعوده للسيرفكس يبدي يمشي باليوترس خلينا نقول مثلا راح هاي جهه يمشي دخل بالفالوبيان تيوب الى ان يوصل في منطقه نسميها امبولا. الامبولا اعتقد انتم تتذكروا بعد خارين الاناتومي مال فيميل سيستم نسميه امبولا اوف فالوبيان تيوب، واعتقد هاي وضحت الفكره. زين هسه هاي القضيه راح شوي نسولف عليها. يقول لك هو من يجي يتحرك ثرو ذا سيرفكس اند يوترس البي اتش اوف ذا فاجينا هو أسيدك. ليش أسيدك؟ الفاجينا المهبل مال الإناث يكون أسيدك بالحالة الطبيعية، ليش؟ حتى يمنع من إذا أكو مايكرو أورغانيزم بكتيريا إلى آخره كله يقتله أوكي. زين من يخلي دائما أسيدك؟ عندنا كلايكوجين تحتوي أوكي مخازن الكلايكوجين، أكو نورمال فلورا تجي تشتغل على الكلايكوجين في حيث تخلي البيئة أسيدك، فبالتالي الفاجينا تبقى هيلثي وما تدخل لها أي حتى الباراسايت الديدان. زين إيه بس تقل البي اتش يعني قصد هنا العفو ناجي يقول لك الهاي لو بي اتش يعني الحامضيه من نقول احنا تحت السبعه واللو بي اتش تحت يعني حامضي هوستل تو سبيرم يعني سبيرم ما يقدر يتحرك تونا حتى من سولفنا اصلا هو اثناء تكوينه ومن وصل الفاز ديفرنس دكتس ديفرنس صارت زادت السي او 2 فزاد عند يعني الاتش فصارت عندك حاله حامضيه فهذا سبب لي مشكله انا فلعد شلون هنا بالفاجينا فلعشون نعادل المشكله. يقول لك احنا مو قلنا نفرز سيمينال فيزيكال وكلهن اكثرين يفرزن لك مواد الكالين، فهذا شي يسوي لك البي اتش تكون عاليه قاعديه فوق قاعديه بسبب السيمينال سكريشن، فعندك من ناحيه حامضه من ناحيه قاعديه راح نعادل الحموضه اوكي بحيث تكون بيئه مناسبه لمعيشه السبيرم اوكي. ذا سبيرم كان يوجوالي سرفايف اب تو ا داي اور تو يعني تبقى بالسيرفكس اوكي هذا السيرفكس هنا تعديدا تبقى يقول لك تبقى فد يومين وين راحت يوم او يومين وبالتالي راحت يعني عفوها حتى تروح تدخل باليوترس وتكمل شغلها. زين هنا هسه راح يقول لك شلون اليوترس هاو ذا يوترس هيلب ذا سبير موفمنت شلون جاي يساعد هذا اليوترس 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 شلون يساعد بحركه السبير موفمنت هذا عندك اليوترس شلون راح يساعد بهاي العمليه. اول شيء اثناء السكشوال انتركورس او السكشوال اكتيفيتي، شوف انا دائما اعطيك اكثر من مفرده حتى يعني خاف تقراها بغير مكان تعرف ايش قصده. السكشوال اكتيفيتي اثناء المعاشره الجنسيه كان كاز ذا برين مال النساء يعني جاي نحكي حاليا دماغ راح يفرز فد ماده يسموها اوكسيتوكسين اوكي. هذا الاوكسيتوسين شو يسوي؟ يخلي الانر موست لاير اوف ذا يوترس اللي هي اندوميتريوم قصده يعني يصير بها تو كونتراكت اند بوش ذا سبيرم ابورد. نفس القضيه هجينا اوكسيتوسين استروجين بروستاغلاندين كلهم جاي يسوون جاي يخلن اليوترس هيك يظل ينجعص تقريبا هيك نقول ينجعص بحيث يدفع نسميها بروبر ذا سبيرم ابورد. هاي العمليه هيك ما دفع نسميها طبعا ما مكتوبه نسميها ريترو بولسيشن ريترو عفوا تي اي او ان. بعد شنو ممكن اليوترس؟ اليوترس يحتوي على سيليا، تعرف السيليا هاي مثل الزغابات الصغيرة شكو شيء موجود بها الدفعة اوكي تظل تدفع تدفع تدفع، فشو يسوي السبيرم يظل يسوي له موف حتى هوبفولي هو يروح نحو الايك. زين نجي الى اخر موضوع اللي هو انا هسه حاليا اجت هاي النطفة اوكي هاي النطفة هاي النوات مالتها يعني هسه هي حاليا ترى صادت يعني هسه احنا جايين نتخيل كأنه هي وصلت هاي
وصلت وهاي البيضة هنا موجودة. أوكي نسميه أوسايت. هسه هاي عندك الأوسايت هنا راح نرسم لك شو راح أكبر حجمها يعني. أوكي هسه هاي نخلي شبكة الإندبلازميك ريتيكولم خليها هنا بس دقيقة واحدة شو خليها عدلها. بس دقيقة واحدة فقط سوري فور ذا شو اسمه انقطاع. تمام بس ثواني ثواني فقط يعني سوري هل اعرف اقطع الهاي وارجع عادي. ثواني ثواني اوكي اي سوف ناخذ الايباد. هذه ال شلون اسمها ما ادري شلون اسمها. هذه حسه هاي الطبقه نسميها شلون نعتبرها الطبقه الداخليه. اوكي هاي الطبقه الداخليه اللي هي نسميها السيل ميمبرين مال بيضه. اوكي هاي السيل ميمبرين لو اسوي قلم مشان سريع رسمتها بس. وهنا الطبقة خارجية. اوكي هاي الطبقة الخارجية كلش اكثر خارجية. اريد ارسمها حتى اوصل لك الفكره كلش. وهنا نخلي نفد هنا نفد شلون الماده هنا نسميها بيتا. وهنا تكون عندك ماده تكون نسميها الفا. اوكي وهنا عندك تكون فد ريسبتر معين. اوكي هذا ريسبتر هنا نسميه زد بي 3 اكو حتى زد بي 2. اوكي وهذه هاي طبقه الحمر يعني هي يسمونها الزونا بيلوسيدا. اوكي يعني من هاي يجي حرف الزت بي. اوكي وهاي هاي الممبرين سيل ميمبرين مال البيضة وهاي الاندبلازميك ريتيكولم. اوكي فاول شيء هسه نقول اجتك فد تريليون بيضة نحو هذه وما ادري ايش ما جاي يسبب العرض ما ادري. المهم اجتك فد مليون بيضة نحو هاي مليون قصدي نطفة سبيرم نحو هاي البيضة. اول شيء يصير هاي النطفة خل نشي الطريقة حتى شوي تصغر واسوي لها كوبي. أول ما تجيك من هاي خطية هي تحركت من صالها شقد مسافرة سافرت عدة مكانات فتحتوي شو نقول براسه على بروتينات ممكن تحتوي على كربوهيدرات إلى آخره من المواد فاس إلى آخره. يعني شو نقول واحد راسه ملوث يعني صار له ساعة يسافر صار له سنة مسافر لا يسبح لا شيء فشوف راسه شوي مخربط تكون. فش السه هي تجي تعدل براسه تنظف راسه عشان واحد يسبح يعني ينظف راسه بشامبو الى اخره فيكون راسه شوي يعني تقل هاي المحتويات بيه يبقى شويه شي بنسبه بروتين قليله الى اخره ممكن نخليها. اوكي فهاي العمليه كل هاي وجود هاي العمليه اثناء وكذلك شوي الموتيليتي مالته كانت بها مشكله هم تكون متعدل عليها شلون جاي اختصر لك اياها يعني هم مختصرين اصلا يعني القصه شوي تعدل بالموتيليتي مالتها. هاي العمليه كلها نسميها قبل لا شوف كلش ما سويتها هسه مجرد هي وصلت صارت قريبة قامت تعدل نفسها. هاي شو نسميها العملية هاي نسميها عملية الكابسيتيشن. اوكي الكابسيتيشن هسه احنا مكتبنا هاي اول خطوة طبعا هسه احنا جاي نحكي ترى بعملية الفيرتيليزيشن خلصنا الاركشن سولفنا عليه سولفنا اجيكليشن هسه وصلنا الثلاثة فيرتيليزيشن. اوكي هسه راح نسولف عليها هسه هاي الكابسيتيشن شنو سبيرم كابسيتيشن مثل ما قلت لك شوف بعدها تكون هي ما تقدر تسوي فيرتيلايز للاوفيوم شو تسوي اول شيء تروح للفيميل. اوكي لازم هاي كبراسة كوليسترول بروتينز كربوهيدرات الى اخره هاي كلين ذنت تقوم تسوي يعني شلون تفرزن لوز تسوي لها ذبه تولي ما تحتاجها بعد كافي شلون كانه اسلحتها بعد هاي وصلت المكان السلام مالتها بعد ما تحتاج هاي الاسلحه. قلنا التيل موفمنت شوي كانت بمشاكل فتبدي تحرك ولا من هو كان يتحرك مثل الويفز نو يتحرك مثل الويب لايك مثل الويب. اوكي
thrashing movement, probing the sperm along the uterine tube. Okay, حتى يخليها تتحرك أفضل. هذا من صارت التغييرات بالسيل ميمبرين. أوكي مال هاي السبيرم ممكن يصير لك permit influx of calcium voltage to facilitate physical release chromosal reaction. هاي الخطوة الثانية. نا شنو قصده؟ قصده هاي العملية مو سوينا تغييرات فراح يؤدي إلى شنو؟ راح يؤدي إلى دخول من تجي هاي النطفة هنا أنا. شلبت بهذا الزيت بي. أوكي شو راح يسوي؟ راح يصير في الدخول مثل الكالسيوم داخلها. هذا شو راح يسوي؟ راح يخلي مواد داخل هاي السبيرم راح تخرج أرجينيز إلى آخره من المواد. هاي شو شغلتهن؟ راح يبدأ شو يسوون؟ يفلشن طبقة هاي الزونة سدولة. أوكي أعتقد واضحة بس خلنا نرسمها بعد. زونة بالسدة هاي شوف صار هيك بحيث بدأ أول شيء يتقطع. هاي العملية صار عملية تقطيع بحيث السبيرم شنو هسه شنو تقدر شوي تعبر. زين احنا لا تنسى ترى احنا عندنا عدد كبير من السبيرمات كلهم جاي يحاولون يسوون نفس القضية يعني هسه حاليا. فشي تجي هنا بعد هنا هسه شنو عبرة حلو عبرة الخط الصد الأول تجي أول شيء ترتبط ويا البيتا ورا فترة تجي ترتبط على الألفا. فش راح يصير؟ راح تفتح يعني رحم هذا السيل ميمبرين راح يتفلش. هسه خلينا نخلي بس اثنين. من راح يتفلش راح يبدي يدخل الصوديوم. الصوديوم يبدي يدخل. الصوديوم يدخل جوا جوا. فشنو جاي يصير؟ بيئة. بيئة موجبة تصير ديبولاريزيشن. فهذا العملية راح تضمن انه خاف اكو نطفة ثانية تجي هنا هم شلون هاي يسوي نفس القضية ما تقدر بعد. شلون اكو شلون مثل الجدار المغناطيسي بعد كل ما تقترب ما تقدر ترجع ما تقدر بعد تلتصق. اوكي يعني احنا نريد لازم خب ما نريد 15 مليون نطفة تدخل جوا لا نريد بس وحدة اللي هي اول وحدة قدرت فازت بالسباق. فالمهم فهمنا هاي شوف الكالسيوم من يدخل جاي يسوي لنا كروموسومال ريأكشن يخلي هاي المواد تبدي تنفرز والى اخره. الكابسيتي ايجن يقول لك ياخذ عدة ساعات. ذا كروموسومال ريأكشن هذا التوصار وبدا يفرز المواد والكالسيوم وهاي السوالف. والبنتريشن مال زونا بيلسودا باي ذا سبيرم ايش قد ياخذ؟ بس 15 دقيقه. هاي الكروموسوم رياكشن قلت لك يفرز مواد وحتى يعبر هاي الزونا بيلسودا ويوصل هنا يقول لك تقريبا ياخذ 15 ربع ساعه. الكابسيتيشن اند ذا كروموسوم رياكشن ار اندوسد باي ريليس اوف كالسيوم. من يساعد ان هاي العمليه من توصل هنا السبيرم بهاي المكان مو قلنا عندنا بلازما كريتيكولم شو راح تسوي؟ راح تبدي تفرز لك كالسيوم. هذا الكالسيوم يبدي يطلع الى الخارج يبدي يطلع الى الخارج يبدي يطلع الى الخارج يبدي يطلع الى الخارج. شو يسوي؟ لسام الحاله الموجوده هنا النرمز اتش اكس تبدي تسوي فيوجن ويا السيل ميمبرين وتروح تفلش هذا الزونه بالاوسيدا. حتى شنو بعد ماكو ريسبترات هاي الريسبترات تجي ترتبط نطف. فاحنا شو جاي نسوي؟ جاي نقلل من احتماليه اي نطفه ثانيه بعد تجي لان هاي بعد اجت كافي اشتغلت. فهاي شغلت هسه الكالسيوم فيسهل عمليه الكابسيتيشن والبنتريشن زين ويرفع لك نسبة الـ CAMP بالسبيرماتوزوا. شوف أول شيء سبيرم ميك كونتاكت with egg أول شيء يجي يسوي كونتاكت النوبة أكروموسوم رياكت with زونا بالأسد يبدي يرتبط بهاي الريسبتر. شوف شون جاي من نقول أكروموسوم رياكشن يعني بدأ يفرز الإنزيمات مالت المحللة هيدرولايتك إنزيم. شوف شون هاي الإنزيمات جاي تحلل بالجدار يظل يستمر لحد ما يوصل شوف عبر الزونا بالأسد. أوكي زين يجي أوصل هاي البروتينات قلنا ألفا وبيتا هاي تون قلت لك عليها بلازما اند اك شوف جاي تبطن الى ان تبدي تشق طريقها الى ان تعبر السيل ميمبرين. فمن توصل للسيل ميمبرين اللي هو هذا الازرق رسمت لك اياه وارتبطت هاي الريسبترات تبدي تفرز موادها الدي ان اي مالتها النكليوس الى اخره. شوف سبيرم نكليوس. فمن تجي بعد سبيرم نكليوس راح تؤدي الى يعني عده خطوات الى ان اخر شيء ترتبط النطفه مع البيضه. زين بعد مره ثانيه اول شيء وينها وين هي شنو الصوره تولي مو مخوش الصوره الفيرتيلايزيشن هسه احنا عبرت عندنا حاليا انا شنو عندي عبره البيضه او النطفه داخل البيضه عن طريق التحليلات والانزيمات محلله قلنا الهايدرو ارونيدايز. اوكي من عبره الزونا بيلوسيدا راح ترتبط بالزد بي 3 هذا قلت لك ريسبتر مثل ما اتفقنا كلايكوجين. ف
فهذا راح يؤدي الى عمليه الكروموسومال رياكشن، يعني راح يفرز لك انزيمات مالته اللي تبدي تحلل بالسيل ميمبرين. هذا راح يؤدي التالي هم طبعا السبيرم يقول لك هم ترتبط مو بس زت بي 2 حتى زت بي يعني مو بس 3 حتى 2، هذا هم يفلش بعد بالسيل ميمبرين. فالمهم دايجست السونا سبيرم سويم ثرو ذا ايج، يعني بعد احنا فلشنا الزونا بلوسيدا وفلشنا كل شيء، بعد الاسبوع بعد شو انت تمشي ظل تسبح تسبح الى ان تلقى البيضه. Fusion of the sperm and the egg membrane and and the content of the sperm enter the oocyte cytoplasm. بعد هنا لقيتها النطفة، لقيت البيضة، فش راح يسبينا تينا fusion. أوكي، فمن fusion بعد أنا أكون نضمن بعد ما أريد أي نطفة ثانية تجي تسوي هم fusion ويا هاي البيضة، يعني هو سفلش الشارع بحيث أي وحدة تجي رأسها تلقى أكو مكان مفتوح ورأسها تدخل. فش نسوي؟ اول شيء سوى فيوجن، حتى بعد هاي شلون نقول خطبها، خطب البيضه بعد، يعني شلون واحد خطب بعد ما حد يجي الزوجة، يعني هو خطبها، فهاي نسميه بلوك تو بولي سبيرمي، يعني خاف اكو هواي سبيرم جاي بعد هو خطبها. اوكي، هاي خطبها ضمننا. نفس الشيء يقول لك ايبي 3 وكالسيوم يسوي لك يخلي الكالسيوم ينفرز، وهذا الكالسيوم ينفرز راح يخلي يصير بوزيتيف انزايد مثل ما قلت لك، لافو فصير عندك بوزيتيف ناس نسبة عالية، فشون مثل الجدار المغناطيسي، يا هي تجي ما تقدر تدخل داخله. أوكي، فنمنعها. هاي نسميها البلوك، شنو نسميه؟ بلوك أوف بولي سبيرمي. هاي هسه تونا جاي نحكي هاي أول وحدة، النوع البرايمري قلت لك الكالسيوم يخلي البيئة تصير موجبة. أوكي، أكو إنزيمات حالة وإنزيمات محللة وإلى آخره جرانيولوز. شين سوي شين سوون يروحن لهاي زت بي ثري وزت بي يغيرن شكلها، حتى خاف تجي يكون طفية متعودة النطف كل الجايات يقول لهم الجدار لونه أحمر بيت طابقين وما ادري شنو، هي بيت طابقين جدار الحائط مالته احمر، فاحنا شنو نسوي؟ نصبغ الحائط غير لون والجدار مثلا نسوي ثلاث طوابق، بحيث هو شنو ما يعرف بعد يجي تيه عشان عباله مو هو زت بي 3، فبالتالي شنو قللنا هميا من نسبه ان السبيرم الثاني اللي تريد تدخلها تجي، منعناها لان بعد تيهنا عليها الريسبترات، فهي نسميها بلوك اوف بولي سبيرمي، بس يا نوع السكندري. البرايمري كانت نسوي بوزيتيفيتي، ثانيه غيرنا شكل الزت بي، الثالثه بعد شنو نسوي؟ الفلاجيلوم اوف ميتوكوندريا اوف ذا سبيرم، اذا تتذكرون السبيرم تكون بهالشكل، هنا عنق النطفه هنا يكون يحتوي على ميتوكوندريا يعطي طاقه على مود تسبح، فايش راح يصير بها؟ فلاجيلوم اوف ميتوكوندريا ديستيجريتد، يعني تروح بعد، فمنو تبقى عندك قاعد نستعمل ميتوكوندريا مال دينا مالت من مال الام، فبالتالي يقول لك بالنهايه احنا شنو يعني شو يقول لك؟ الدي ان اي مال ميتوكوندريا من تجي تبحث عليها تلقاه هو مال الام وليس مال الذكر، ليش؟ لان مال الذكر صار بيتفلش ديستيجريتد. اوكي، هاي نوع من ال، فبالتالي ان ذا سيل ماترنا ديرايفد ا ميمبرين كولد برونكيولوس اراوند ذا سبيرم دي ان اي از ذا نيولي اكتيفيتد ايج كومبليت اتس سكند ميتوتيك ديفيجن. المهم هذا يعتبر يعني طريقه بلوك ان تفلش مالت الفلاجيلا، نوع يكون ثيرد بلوك اوف بولي سبيرمي. زين، بعد مع مرور الوقت بعد الاباضه هسوينا انا شنو راح يرجع لك؟ وهنا لهنا خلص، بس يدي ذكرك يقول لك هاي النطفه هنا والبيضه هاي هنا، ما يجون راسه واحد يتحد فيوجن ويا الثانيه ينتظرها، لان انت اذا تتذكر اخذنا بالامبريولوجي ظل بالميتوتيك ديفيجن الثاني، فنقول لها يلا هسه الاندوبلازميك ريتيكولم رسمناها هنا، ها هي شنو هساي مثلا بيضه، فهاي الاندوبلازميك الكالسيوم مالته شنو يجي يقول لي البيضه يلا كملي بسرعه كملي عمليه الانقسامات مالتك، يعني اجت بعد السبيرم، فهي تبدي تستمر بعمليه الانقسام مالته الاوفيوليتري لحد ما تكمل فيرست ميتوتيك وتكمل توصل للسكندري اون سايت. السكندري اون سايت هم تبدي تنقسم وتكمل وتصير هابلويد، يعني 32 كروموسوم، والسبيرم هم عنده 32 كروموسوم حتى تصير 46، وما ننسى هم يتكون جسم قطبي اول، هذا الجسم القطبي يروح ينتهي بعد يختفي. المهم صار انقسام ارتباط بيناتهم، بعد تكونت الزيجة، الزيجة تتحول الى كليفج، هاي بعد هنا امبريولوجي كليفج، بعدها مصير بيها انقسام تصير عندك بلاستومير، والنوبة تتحول الى موريلا، النوبة تصير بلاستوسايت. البلاستوسايت مثل هيك تقريبا شكلهم، بها غشائين، هذا غشاء اول وهذا غشاء خارجي، هذا الخارجي راح تالي بالمستقبل يكون لك البلاسنتا المشيمة، وهذا الجوا راح يكون لك الانر سيل او يكون لك الامبريو يعني بسرعة. اوكي زين، عملية الانتقال هاي الزيجة لان توصل الى جدار الرحم شقد تحتاج؟ من 2 الى 3 ايام. زين، ورا ما صارت فيرتيليزيشن ورا 4-5 ايام هذا البلاستوسايت تقريبا قلنا دخل اليوترين كافيتي والاندوميتريوم، وبالتالي هسه حاليا هو جاهز الى حصول البريجنسي الحمل. يقول لك ورا يوم
او اكثر بقليل يعني البلاستوسايت راح تبدي تربط روحها بطبقه الاندوميتريوم حتى شو تسوي بعد تكون لك تروفوبلاست سيلز اند ذا لايننج ابيثيليوم اوف ذا يوترس. اوكي تروفوبلاست تروفوبلاست قصدنا هنا البلاسنتا حتى تكون لك المشيمه يعني ورا ما نزلت بالرحم وانتظرت فد يوم تبدي بعد تغرز روحها بالسيل ميمبرين بالاندوميتريوم تحديدا التروفوبلاست حتى تكون لك شنو للمشيمه. اوكي وتبدي هنا تكون لك هنا طبقات بعد جاي يسولف لك هاي الطبقه الساين سنسيتيو تروفوبلاست والى اخره. المهم اخر شيء يقول لك باي ذا 10th day after fertilization the blastocyte is fully embedded within the endometrium يعني ورا 10 ايام بعد هاي البلاستوسايت كلش طببت نفسها داخل الاندوميتريوم وبعد تستمر عمليه الحمل فالتسع اشهر الى ان تتكون او يطلع لي جنين. اتمنى كانت المحاضره واضحه ان شاء الله حاولنا ندقق بها ولو بالنهايه شويه استعجلت بها قلت حتى الان المحاضره شلون تكون قبلها شويه طويله بالتوفيق ان شاء الله.